السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا المقطع الجديد والذي هو بعنوان لا تتركوا النساء ليلا. يعني إيه لا تتركوا النساء ليلا؟ الحقيقة إن من الأدب النبوي العظيم، وما أكثر الآداب النبوية العظيمة بأبي وهو أمي صلى الله عليه وآله وسلم، من الأدب النبوي العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر هو وأصحابه في غزوة من الغزوات أو غير ذلك، كان إذا دخل المدينة كان يبعث الصبية الصغار ليخبروا النساء بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكان أول ما يبدأ يدخل المسجد، فيجلس في المسجد يتوضأ ويصلي ما شاء الله عز وجل له أن يصلي، ثم بعد ذلك بساعة بساعتين يذهب إلى بيته، ويذهب كل صحابي إلى بيته. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن السبب، قال حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. المرأة في غياب زوجها قد لا تهتم بنفسها، لا محطة مكياج ولا مسرحة شعرها ولا مزبطة نفسها ولا لبسة لبس نظيف، وممكن يكون البيت مثلا مش متوضب، وممكن تكون مش مجهزة لقمة للأكل. فلما إن الواحد يخبر زوجته قبل ما يجي أنا جاي يوم كذا، طبعا الأمر ده كان زمان على أيام النبي عليه السلام، كانوا بينزلوا في المسجد فترة وبعد كده يبعثوا من يخبر إنهم وصل. الحمد لله دلوقتي الهواتف موجودة، لو حتى جاي من أمريكا وجاي على مصر ولا جاي من أستراليا حتى، سلام عليكم حبيبتي، عليكم السلام وبركاته، أنا جاي إن شاء الله بكرة الساعة كذا. خلاص عرفت ان هو جاي بكرة الساعة كذا، فمش محتاجة بقى ان انا انزل اقعد ساعتين ثلاثة اربعة في المسجد، خلاص عرفت خلاص ان انا جاي في الوقت الفلاني. قول لي بس انا بحب اطب عليها فجأة، الكلام ده غلط، الكلام ده صدقوني غلط. ليه؟ لان اولا ده يعني يشعر الزوجة عياذا بالله ان انت بتخونها، ده اولا. ثانيا هي مش مستعدة، هي مش عارفة انت جاي امتى، عايزة تتهيأ وتتجهز حتى لا تقع عينك على شيء تكرهه. ربما تدخل فتشوف زوجتك في منظر معين فتشمئز تتضايق، تكون مش مستعدة ليك، جاي لقيت البيت يضرب يقلب مش متظبط. انما لما بتكون معرف زوجتك انك جاي في الوقت الفلاني، نظفت البيت، ظبطت كل حاجة، جهزت لك لقمة حلوة، مظبطة البيت، مزينة البيت، لابسة لبس جميل، حاطة مكياج جميل، مسرحة شعرها، مظبطة الأولاد، فتدخل فتسعد برؤية زوجتك وأولادك وبيتك بفضل الله سبحانه وتعالى بهذا الأدب النبوي الذي تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتركوا النساء ليلا، والحديث رواه الطبراني في الكبير وأحمد بسند صحيح. الله أكبر، بالله عليكم ما تنسوش الأدب النبوي الجميل دوت. لو أي حد فيكم مسافر لمكان بعيد وجاي بعد يوم بعد يومين بعد أسبوع، عرف زوجتك أنت جاي إمتى حتى لا تقع عينك على ما يؤذيك، وحتى لا تحدث وحشة بينك وبين زوجتك. أسأل الله عز وجل أن يملأ بيوت المسلمين بالود والرحمة والمحبة والألفة يا رب العالمين، وأن يملأ بيوتكم بالبركة وبالطاعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك او اعجاب، ودوس على كلمة الاشتراك او سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان يستفيدوا.